بصده لانه كذاب. انت واحد كذاب ومعلمك كذاب. شرف لك. عيب عليك انت تبني. لك انت ابني. لا دكتور فايز. انا واحد صبي المخابرات ما بيقول لي هالحكايات. انا صبي المخابرات. انا صرنيتي اجرت منك. دكتور فايز. انا بكرر هذا الحديث معك. انه بتبنيه كامل انه مقصر كمان لانه على المنار هيدا الموضوع ما بقبل فيه ابدا انه ينحكى هيك. لا منك انت كفيل ببشار الاسد. وترى على التلفزيونات النازحون السوريون ياتون بامراض والتهابات تؤدي لسرطان لك صح؟ ما حدا عم بجيب السرطان الا السوريين على البلد. هالوسائل الاعلاميه اللي تعاطت بهالشكل مع الموضوع هيدي يا مأجورة يا انه بعيدة كل البعد عن الموضوع. هي منحازة 100%. فرن يا فرن انا عم بتجيب خبز فهر يا فخار. شكل دخول جيش الأسد إلى لبنان مرحلة مفصلية في تاريخه الحديث، فقد حاول النظام فرض سيطرته على كل مظاهر الحياة فيها، وعمل على قمع كل الأصوات المعارضة لوجوده في الداخل اللبناني. لم يكتف النظام باغتيال الشخصيات السياسية المعارضة لتدخله في الشأن الداخلي اللبناني وحسب، بل سعى لإسكات كافة الأصوات التي تغرد خارج سرب هيمنته على لبنان، حيث لا صوت يعلو على صوته فيها. ولم يكن الإعلام اللبناني استثناء في هذا المجال، حيث تعرض العديد من الإعلاميين اللبنانيين للاغتيال والقتل، وكانت الأدلة تشير إلى تورط النظام السوري بذلك. فمن سليم اللوزي صاحب مجلة الحوادث إلى رياض طه نقيب الصحفيين اللبنانيين، إلى استهداف العديد من المؤسسات الإعلامية اللبنانية بعمليات تفجير في ثمانينيات القرن الماضي، تنوعت أساليب إسكات الأصوات التي كانت تعكر صفو نظام الأسد في لبنان. النظام السوري كما فعل في دمشق فألغى الحياة السياسية والإعلامية والفكرية والثقافية، كذلك فعل في لبنان من ضمن جرائمه المشهودة للأسف، يعني تدمير مبنى جريدة بيروت اليومية، مبنى من 7 طبقات نزع الأرض، الهجوم على جريدة المحرر الوطنية العربية العروبية أيضا، وقتل المفكر والكاتب الفلسطيني نايف شبلاط، ثم بعد ذلك قبل ذلك كان هجومه على السفير جريدة السفير، وهجومه على كل صاحب رأي في لبنان، واعتقال مثلا كان اعتقل سابقا الكاتب الكبير الراحل ميشيل أبو جودي، اختطفه نوع من التأديب. لماذا التأديب؟ لأنه كان يقول كلاما لا يعجبه. فيما بعد قتل، دخل في مجال قتل الإعلاميين مباشرة، قتل نقيب الصحافة المرحوم رياض طه. لماذا؟ لأن رياض طه دعا إلى وحدة العراق وسوريا في مؤتمر صحفي. قتل سليم اللوزي لأن سليم اللوزي كتب مقالا لم يعجبه عن العلويين، وهكذا لم يوفر أحدا هذا النظام كما فعل في سوريا، لم يبقى في سوريا صحافي صاحب رأي. مع استلام بشار الأسد السلطة بعد موت أبيه، ظن المعارضون السوريون أن عهد الابن قد يشهد اختلافاً عما شهدوه في عهد الأب، ولذلك عمل بعض المعارضين السوريين على إنشاء صالونات سياسية طالبوا عبرها بالإصلاح وتغيير الدستور. وكان من أشهر الصالونات التي انتشرت في دمشق عام 2000 صالون النائب السابق رياض سيف وصالون المعارضة سهير الأتاسي، لتعرف الفترة التي شهدت هذا الحراك السياسي في سوريا باسم ربيع دمشق. لكن الربيع لم يطل في سوريا، فقد انقلب بشار الأسد على كل وعوده التي كان قد أطلقها، وأغلق جميع الصالونات السياسية واعتقل أبرز الوجوه المعارضة في ربيع دمشق، وشملت الاعتقالات أبرز الأسماء التي شاركت فيها. منتدى الحوار الوطني في منزل النائب رياض سيف كان في العشرات، وفيك تقولي احيانا انه يوصل عدد للمئات، بس بنفس الوقت البيت المجاور لمنزل رياض سيف ما كان يعرف شو عم يحصل جوا، بمعنى انه
الظاهرة كانت محصورة داخل البيوت داخل المنازل، وجزء كبير من السوريين كشعب كجمهور في المحافظات الأخرى حتى داخل دمشق ما كان سامع وما كان عم يعرف شو عم يصير. بالرغم من صعوبة الأوضاع الأمنية التي كانت تعانيها وسائل الإعلام اللبنانية أثناء وجود جيش الأسد في لبنان، إلا أنها كانت تتمتع بشيء من الحرية مقارنة بمثيلتها السورية التي كانت تفتقر لأي هامش حر، ما شكل متنفساً لبعض المعارضين السوريين ليعبروا عن آرائهم عبر وسائل الإعلام اللبنانية كجريدة النهار والسفير اللبنانيتين. فالصحافة المكتوبة كانت هي المنفذ الذي يجد فيها المعارضون السوريون المنبر للتعبير عن آرائهم، خلافاً عن الإعلام المرئي الذي لم يمنحهم اهتماماً كبيراً. ففي الوقت الذي لم يكن لربيع دمشق صداً إعلامي أو حتى شعبي في سوريا، كانت جريدة النهار منبراً لكثير من الكتاب السوريين كميشيل كيلو وعارف دليلة وحسين العوداد. فقد كان المواطن اللبناني يتطلع لما يجري في سوريا لأن مصيره مرتبط بما يحدث فيها. كان الإعلام اللبناني هو النافذ أو هو المتنفس الوحيد أمام ناشكسي ربيع دمشق، لذلك كنا نشوف أسماء الناشطين السوريين في كل الصحف اللبنانية تقريباً، وخاصة في صحيفة النهار وإلى حد أقل في صحيفة السفير، لكن النهار أكثر. نهار صحيفة النهار فينا نقول أنه هي تبنت ظاهرة ربيع دمشق. في عديد من الكتاب السوريين كتبوا مقالات مهمة، وأنا منهم كتبت أكثر من مرة، مو فقط التغطية الصحفية الإخبارية لظاهرة ربيع دمشق، لكن مقالات رأي في صحيفة النهار اللبناني. كان في ميشيل كيلو يكتب في صحيفة النهار، ياسين الحاج صالح، محمد علي الأتاسي، أسماء أخرى في صحيفة السفير مثل المرحوم حسين العودات، عارف دليل. لم تطل فترة الاستقرار التي كان يعيشها نظام الأسد في لبنان حتى بدأت أصوات تتعالى وتطالب بضرورة خروج جيش الأسد منها، وكان على رأس المطالبين رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري. وشهد عام 2005 حدثاً يعتبر من أكثر الأحداث التي غيرت وجه تاريخ لبنان المعاصر وجعل البلاد تعيش فترة من التوتر والاضطرابات ذكرت اللبنانيين بأجواء الحرب الأهلية. ففي 14 من شباط تعرض موكب الحريري للتفجير بسيارة مفخخة أودت بحياة الحريري وعدد من مرافقيه، ووجهت أصابع الاتهام للنظام، واضطر جيش الأسد للانسحاب من لبنان إثر قرار مجلس الأمن 1559 عام 2005. من السبعينات دخول القوات السورية، دور النظام السوري في الكثير من المعارك اللي صارت بلبنان، تقوية أطراف على أخرى، مواجهة الفلسطين، هاي كلها عوامل رسخت وجود سلطوي للنظام السوري بلبنان. بس خلصت الحرب، الحرب انتهت على تثبيت سلطة سورية في لبنان. هاي السلطة استمرت لفترة طويلة لسنوات، رسخت خلالها نظام سياسي مشوه، وعبر قوانين، عبر الشخصيات اللي موجودة، هالأثر ما كان صعب زواله. نحن توهمنا بال2005 أنه انتهى المشكل السوري. كان لخروج نظام الأسد من لبنان انعكاسات سياسية على الداخل اللبناني، فقد استطاع النظام خلال سنوات وجوده الطويلة في لبنان بناء نفوذ كبير فيها، وحتى بعد خروجه بقيت الأطراف الموالية له تنفذ أجندته وتجهر بولائها لسلطته، وانقسمت البلاد لصف موال للنظام وآخر معارض له. فقد خرج جموع الموالين لنظام الأسد في 8 من آذار تعبيراً عما أسموه الوفاء لنظام الأسد، وخرج المعارضون للأسد في لبنان في 14 من آذار ليطالبوا بالقصاص من المجرمين الذين اغتالوا الحريري وليرفضوا أي وصاية لنظام الأسد على لبنان. ظهرت الاصطفافات بشكل عاري، أخذت منحة طائفي.
الأعلاء الطائفة معينة اللي هي الطائفة اللي بينتمي لها حزب الله إلى حد ما، إلى حد ما اصطفت مع النظام، لأنه هذا كان خيار حزب الله وخيار إيران دعم النظام السوري، وأخذوا معهم الطائفة كلها. هذا ما بيعني كل الطائفة، أبرز أبرز الأصوات المعارضة لتدخل حزب الله في لبنان ودعمه للنظام السوري هي أصوات شيعية لبنانية، هي أبرز الأصوات، وهي الأصوات دفعت ثمن كبير لأنها ناصرت الثورة السورية وحافظت على مواقف مشرفة من من لاجئين قضية لاجئين السوريين من الثورة السورية. بس بشكل عام البيئة الحاضنة لحزب الله هي بيئة شيعية، حصل في اصطفاف على مستوى طائفي. بنفس الوقت الإعلام المحسوب على هذه الطائفة، إعلام حزب الله مثل تلفزيون المنار، صحيفة النور إلى آخره، أيضا أخذ متوقع أنه يأخذ موقف هي مواقف حزب الله نفسه. الاصطفافات السياسية التي شهدها لبنان ألقت بظلالها على الإعلام اللبناني الذي أصبح يعكس صورة الانقسام الذي تشهده البلاد، وأصبحت وسائل الإعلام اللبنانية منبراً للأحزاب اللبنانية لتعبر عن العاصفة السياسية التي شهدتها البلاد بعد اغتيال الحريري. وعلى الرغم من خروج النظام السوري من لبنان إلا أن أذرعه في الداخل اللبناني بقيت موجودة، فقد اغتيل الصحفي اللبناني المعارض للوجود السوري سمير القصير، وتبعه على قائمة الاغتيالات رئيس تحرير صحيفة النهار جبران تويني، وكانت الأدلة السياسية تشير لضلوع نظام الأسد بهذه الاغتيالات وبمحاولات أخرى أبرزها تعرض الإعلامية اللبنانية ميش دياق لمحاولة اغتيال نجت منها. طبعا في أيلول 2005 تعرضت الزميلة الكبيرة ميش دياق لمحاولة اغتيال أنجاه الله منها، وثم سلسلة عمليات القتل التي طالت نوابا وشخصيات، و يعني ربما آخرهم حتى الآن محمد شطح، كل هذا عقابا على كل من كتب وفكر وأبدع وحرض ضد هذا النظام المجرم. وكل هذه يجب أن نعتبرها تمهيد حقيقي لثورة الشعب السوري ضد هذا النظام المجرم. هناك تفاعل جدلي بين لبنان وبين سوريا على كل المستويات، تاريخيا وحاضرا ومستقبلا. مع اندلاع شرارة الثورة السورية في آذار من عام 2011، تعامل الإعلام اللبناني في بداية الثورة مع الأخبار التي ترد من سوريا بشيء من الحذر، فلم تعلن وسائل الإعلام في بداية الأمر دعمها أو وقوفها إلى جانب الثورة السورية لعدم اتضاح الصورة بالنسبة لها بشكل كامل، خشية أن تستطيع أجهزة النظام الأمنية إطفاء جذوة الثورة في مهدها. ولو أن وسائل الإعلام المحسوبة على الثامن من آذار كانت تتعاطى مع أخبار المظاهرات في سوريا كما يتعاطى إعلام الأسد معها. في قسم أصلاً يعني مع الثورة السورية، في قسم خليني أقول ضد بشار الأسد قبل الثورة السورية، انطلاقاً من تصرفاته وممارسات هذا النظام من قديم وجاي وخصوصاً في لبنان، وبالتالي هذا قسم كان مندفع مع الثورة ظالماً كان أم مظلوماً، ظالمة كانت أم مظلومة، وبالتالي على طول كان ينقل الأخبار من هالزاوية. هلا في قسم اخر هو القسم المقابل يلي مع بشار الاسد انطلاقا من اعتبارات انه لا اخلاقيه ولا يعني مبدئيه، انطلاقا من اعتبارات مصلحيه سياسيه، انه لانه بشار الاسد بيساعده او بيسنده او سنده ساعده بظروف مختلفه، وبالتالي هذا كان مع بشار الاسد ضد الثوره السوريه، وكل الوقت كان ينقل الاخبار على هالاساس. هذا هلا في قسم بالنص من الإعلام، فأزن هؤلاء أسمان من الإعلام كانوا خليني أقول فيني أقول منحازين. أعطى المشهد السوري بعدين يعني حقيقيين وواقعيين من سوريا، بعض له علاقة بالثورة وبعض آخر له علاقة بالنظام. البعض الذي أعطى المشهد الأول كان مؤيدا ومغاليا في تأييد الثورة بعض الأحيان،
لدرجة حتى أنه بكى على الثورة حين سقطت في لعبة السلاح، وتراجع مع تراجعها، وثم تقدم وسبقها في بعض الأحيان لأنه كان مؤيدا لها ومغاليا في تأييدها. والجزء الآخر من الإعلام اللبناني الذي كان مؤيدا للنظام كذلك غال في تأييده للنظام بعض الأحيان، وبعض الأحيان انتقد النظام حين كانت الثورة سلمية وطالب بمعالجة العلاقة مع النظام بأسلوب آخر. المشهد السوري في لبنان لا يعني أنه لا يحتل جانب من الموضوعية الإعلامية. هناك مثلث يدير المعركة من جهتنا. لم يكتفي نظام الأسد بجوقة الإعلاميين والشبيحة الذين يملؤون الشاشات الفضائية التابعة له، حتى بدأ بالاستعانة بالإعلاميين اللبنانيين للحديث عن ما يسمونه بالمؤامرة الكونية التي يتعرض لها النظام، وليحاول إقناع المشاهد أن المتظاهرين ما هم إلا مجموعة من الخونة والعملاء للخارج. فقد اعتاد المتابع لإعلام النظام أن يشاهد على شاشات النظام أسماء من أمثال رفيق نصر الله المشهور بعبارته خلصة فشلت، التي كان يبشر فيها أتباع النظام بانتهاء الثورة السورية، وغالب وناصر قنديل اللذان منفكا يتحدثان عن السيناريوهات والتسريبات الحصرية التي يمتلكانها لإدانة الثورة السورية، إضافة لفيصل عبد الساتر وغسان جواد وغيرهما من أتباع حزب الله. يعني في أشياء يعني ما بيقتنعوا، يعني وكأنهم يعني يخدمون الشيطان أن واحد يدمر نفسه. الثورة السورية، وبعد أن اجتاحت المدن السورية بدأت تظهر الأصوات المؤيدة والمساندة لها في وسائل الإعلام اللبنانية، والتي كانت تنتمي لفريق الرابع عشر من آذار، حتى وصل الحال في تلفزيون المستقبل لتخصيص برنامج تلفزيوني كامل يتناول الثورة السورية المسمى سوريا اليوم، وتعاطفت من الناحية الإنسانية بعض القنوات اللبنانية مثل MTV والتي ظهرت فيها العديد من التقارير التي تصف مدى المعاناة التي يعيشها السوريون. كذلك الأمر كان وضع صحيفة النهار التي نقلت في البداية أخباراً تدين نظام الأسد على جرائمه التي يرتكبها ضد السوريين. بعض وسائل الإعلام ومنها تلفزيون المستقبل يعني كان في المقدمة بالاعتراف بالثورة، لدرجة أنه عمل نشرة خاصة عن سوريا اسمها سوريا اليوم اللي كان بتتابع أحداث الثورة. يعني حتى البامبر والسلوغانات اللي كنا موجودين فيها بنسميها نحن وما زلنا سوريا الثورة. هلأ لاحقاً يمكن فاتت بعض القوى المتطرفة لتشويه صورة الثورة، وهو اللي فاتوا أصلاً كانوا موجودين عند النظام وبتنسيق مع النظام السوري مع نظام بشار الأسد. شو سمعته؟ ولكن أنا ما بصده. لمين؟ لا لا بشار الأسد. ما بتصدق بشار؟ لا ما بصده. 7 قتلى و8 قتلى فلسطينيين بغارات إسرائيلية، و400 قتيل سوري بغارات سورية. بين هول الرقمين، بين 7 أو 8 وبين 400، واضح أنه لا يمكن تكون الأولوية إلا للقتلى الفلسطينيين. ما بصدق لأنه كذاب. أنت واحد كذاب ومعلمك كذاب. شرف ليك. عيب عليك أنت تبني. ليك أنت أبني. لا دكتور فايز. أنا واحد صبي المخابرات ما بيقلي على الحكايات. مش بس 400 قتيل بسوريا ما بيحرزوا ينجاب سيرتهم، إنما أيضا الأحياء. دكتور فايز. دكتور فايز. دكتور مصطفى. دكتور مصطفى. بالتجربة. مش هالوطة. لا 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 شباب. شباب. تلفزيون المستقبل اللبناني وجريدة المستقبل اللبناني اصطفت في الموقف أو في الخندق المعارض للنظام السوري ولحزب الله، بمعنى هي اصطفافات طائفية وبنفس الوقت سياسية. هذا الكلام بحق الرئيس بشار الأسد يهين الشعب العربي السوري. هذا الموضوع ما بقبل فيه أبدا أن ينحكى هيك. لا منك أنت كفيل ببشار الأسد. على الطرف الآخر كان الإعلام الموالي لنظام الأسد يغطي الأحداث كما يريد النظام أن ينقله للناس، فقد كانت نشرات القنوات التابعة لحزب الله نسخة كربونية عن النشرات التي تبثها وسائل إعلام النظام، والكليشيهات ذاتها تطلقها على المظاهرات التي كانت تشهدها الساحة السورية، الأمر الذي أفقدها الكثير من جمهورها، وذلك للتناقضات التي وقع فيها الإعلام الموالي لهذا الفريق.
ففي الوقت الذي أيد إعلام حزب الله وفريق الثامن من آذار قناة OTV وقناة NBN الثورات العربية، وقفت إلى جانب نظام الأسد ضد الثورة السورية، ووصفوا المنخرطين بها بالخيانة والعمل. القسم اللي مع نظام الأسد أصلاً هن استفادوا، هن ما عانوا من ظلمه، استفادوا من وجوده في لبنان وكانوا محظيين، مشان هيك هن معه، مشان هيك كفوا معه، مع أنه في قرارة نفسهم، وأنا يعني بعرف البعض منهم شخصياً، كنت شوفهم في قرارة نفسهم بيعرفوا أنه الحق مع الثوار مش مع بشار الأسد، بس انطلاقا من مصالحهم التاريخية مع بشار الأسد كفوا بدفاعهم عن النظام فقط لا غير. قضية ميشيل سماحة عميل النظام الذي حاول إشعال فتنة طائفية في لبنان للفت النظر عما يجري في سوريا ولمعاقبة بعض الأطراف اللبنانية لتعاطفها مع الثورة السورية، والذي أدين بتسجيل مصور وهو يخطط للقيام بعدة تفجيرات في أماكن مقدسة في لبنان بقصد جر الأوضاع للفتنة والصراع بين كافة الأطراف، مثلت امتحاناً حقيقياً للإعلام اللبناني الذي تعامل معها بطريقة تعكس مدى الانقسام الذي تشهده البلاد. فعلى الرغم من كل الأدلة التي تدين وتثبت تورط النظام بالتخطيط لهذه الجريمة، إلا أن الإعلام الموالي للنظام في لبنان كالمنار وOTV وNBN كان خبر قضية ميشيل سماحة يشكل خبراً هامشياً في نشراتها، ولم تتعامل معه بجدية، ولم يمنعهم ذلك من تبني نظرية النظام حول التآمر الكوني ضده. والقشة التي قسمت ظهر البعير كانت باستضافة بعض وسائل الإعلام اللبنانية لميشيل سماحة بعد خروجه من السجن وكأنه منتصر، وهو ما استدعى السلطات اللبنانية لاعتقاله من جديد. ما في إعلام يعني موضوعي بالحد، ولن بالحد الأدنى فيه مر على واقعة مثل واقعة ميشيل سماحة ويضل بحيادية أو وكأن شيئا لم يكن أبدا. هذه جريمة موصوفة موثقة أفضل توثيق بالصوت والصورة موثقة بالمتفجرات يلي ضبطت وبكل الوسائل الجرمية يلي كمان ضبطت فيها. فمن هالمنطلق هالوسائل الإعلامية اللي تعاطت بهالشكل مع الموضوع هذه يا مأجورة يا أنه بعيدة كل البعد عن الموضوعية من حازمية بالمية حتى لصالح بعض الأوقات الإجرام. اليوم ما بيسوى أنا بطلع بعمل مقابلة مع شخص متهم طالع من المحكمة ليرجع يتحاكم من جديد. بعض الإعلام اللبناني حاول يرجع يبين سجله لميشيل سماحة، البعض الثاني حاول يخفف له أنه هو ما كان عنده نية، البعض الثالث أنه هو بس نقل وهيدي منها الجرم الكبير. موضوع ميشيل سماحة كان نموذج فاقع جداً لكيفية يعني تعاملنا مع يعني شخص اعترف بالصوت وبالصورة أنه إجا ارتكب جرائم بطلب من النظام السوري. هل في أوضح من هيك عن أثر هالنظام ودوره بتخريب لبنان؟ ما بعتقد. ولكن مع ذلك انقسامنا الداخلي ودور الأطراف الإقليمية كان أقوى من أنه نقدر نجمع على إدانة هالشخص وعدم التسامح مع جريمته. هذا هو الجيش الذي تصدى للعدو كتائب الأسد. مع التطور الدراماتيكي الذي شهدته الساحة السورية واضطرار الثوار لحمل السلاح لمواجهة جيش الأسد الذي ارتكب العديد من الجرائم بحق الشعب السوري، بدأ المشهد اللبناني يتعامل بحذر أكثر مع الوضع في سوريا، خاصة بعد دخول بعض التنظيمات المتطرفة ومحاولة فرض أجنداتها في سوريا. فقد تعاملت بعض وسائل الإعلام اللبنانية اليمينية كصحيفة النهار وقناة MTV بطريقة مختلفة عما فعلته في بدايات الثورة، فلم تعد تتعاطى مع أخبار الثورة بالتعاطف الذي كان سائداً في بداياتها، وأصبحت أخبارها تقتصر على الجانب الإنساني فقط. في ظل ما يحصل في حلب كان جد متعاطف مع العذاب الذي عانى منه المحاصرون هناك. صحيح أنه كان هناك بعض الشماتين، ولكن انطلقت ضدهم يعني الحملات عبر وسائل التواصل الحديث لإسكاتهم، فاضطر بعضهم إلى إقفال
يعني حساباته الخاصة على تويتر وما إلى هنالك. لذلك لا، في غربلة في لبنان، ولا شك أنه بالنتيجة كما نقول دائما لا يصح إلا الصحيح. منذ البداية الانقسام والفرج كان حاصل، يعني من كان مع النظام السوري ظل مع النظام السوري وظل ضد الشعب السوري، ومن كان مع ضد هذا النظام وقف بطبيعة الحال مع الشعب السوري في ثورته. وأنا أعتبر أن هذا ربما أكثر شعب مظلوم على وجه الخليقة. التأكيد أكثر من كل ما سمعناه من فيتنام إلى فلسطين إلى الآن نيمار إلى ما يعني رواندا رواندا، هذا الشعب السوري المظلوم أكثر من كل هؤلاء، لأن الكون كله إسرائيل أمريكا روسيا تكالبت عليه. ثم تجد دول عربية نصفها وأكثر من نصفها مع هذا النظام المجرم. لم تكن تجاذبات العمل المسلح التي ارتفعت وتيرتها في الثورة السورية بدءا من منتصف عام 2013 وحدها سبب تحول الإعلام اللبناني في تعاطيه مع الخبر السوري كما يرى مراقبون. فقد نشطت القنوات الطائفية كقناة المنار التابعة لحزب الله بالترويج لفكرة الدفاع عن العتبات المقدسة في سوريا، حين راحت تتحدث عن تدنيس من تسميهم بالإرهابيين للأماكن المقدسة في السيدة زينب. وبدأت الدعاية الإعلامية للحزب تدعو لضرورة الذهاب إلى سوريا للدفاع عنها. ولكل محبي السيدة زينب عليه السلام ولمن قلدني الدعاء والزيارة، أبواب المقام الشريف فتحت ويمكنه السلام على السيدة زينب عليها السلام. وبهذا تحولت القنوات الشيعية اللبنانية للتحريض على الثوار باعتبارهم منتهكين للأماكن المقدسة، حاملة في ثنايا رؤيتها ثأرا طائفيا مزعوما يستوجب الجهاد ضدهم. بدأنا بمعركة على أساس أنه للحفاظ على الأماكن المقدسة للطائفة الشيعية، بدأ حزب الله خوضه المعركة في الداخل السوري وعلى الأرض السورية، وبعد ذلك وصلنا إلى حلب. لا أدري ما علاقة حلب بالحدود اللبنانية وبالمناطق المقدسة وبالأماكن المقدسة الشيعية. في ربيع عام 2013 كانت القصير بريف حمص، والتي لا تبعد أكثر من 15 كيلومتراً عن الحدود اللبنانية، كانت شوكة في خاصرة حزب الله ونظام الأسد بعد أن سيطر عليها الثوار. خاض حزب الله في القصير أولى المعارك الكبرى ضد الثوار في سوريا، وبعدما تمكن الحزب من السيطرة عليها ورفع عناصره الرايات الطائفية فوق أكبر مساجدها، احتفى الإعلام الموالي له بهذا الإنجاز الذي وصفه بالكبير، وصور توزيع السكان في مناطق نفوذه للحلوى احتفالاً بتدمير القصير وتهجير أهلها، فيما غابت عن الساحة الإعلامية اللبنانية عموماً إلا فيما ندر الأصوات التي رأت فيما جرى في القصير جريمة حرب ذات بعد طائفي ينبغي على الإعلام الوقوف ضدها بموضوعية. نحن طريقنا واضح، أمورنا واضحة. أنا أرى أن هذا الصباح هو صباح لكل السوريين لكل الأحرار، بالرغم من منظر هذا الدمار، ولكن دائما الثمن بالتأكيد هو كبير، ولكن نحن لسنا في معركة سهلة. في صيف عام 2014 كان حزب الله قد انغمس عميقا في حربه ضد السوريين وعلى أرضهم، ولجأ الآلاف منهم إلى الأراضي اللبنانية المتخمة لمنطقة القلمون السورية، فيما شكلت حادثة اشتباك الجيش اللبناني في منطقة عرسال مع مسلحين تابعين لجبهة النصرة وتنظيم داعش، شكلت حدثا مفصليا بالنسبة للإعلام اللبناني في تغطيته لما يجري في سوريا. فقد أصبح الإعلام اللبناني ينطق بلسان واحد معبرا عن وقوفه خلف الجيش اللبناني، وكانت هذه نقطة التحول الأساسية في الإعلام اللبناني. تجاهلت كل جرائم حزب الله السابقة بحق السوريين وثورتهم ضد نظام الاستبداد الأقلوي. جايين جيش لبناني أجر بشار الأسد ما؟ معركة عرسال بين الجيش اللبناني وما بين العناصر من جبهة النصرة موجودين في لبنان
أثرت سلبيا كثير في الرأي العام اللبناني في نظرته إزاء ما يحصل في سوريا. خلينا نقول خففت إلى حد ما تعاطف مع الثورة السورية ومع المتظاهرين السوريين. حادثة أخرى، خطف فصائل إسلامية متطرفة جبهة النصرة لجنود لبنانيين، جنود في الجيش اللبناني، أثرت كثيرا من ناحية سلبية على التعاطف اللبناني مع الثورة السورية. ليه؟ لأنه في لبنان ينظر إلى الجيش كمؤسسة وطنية جامعة للجميع. باستمرار نظام الأسد وحزب الله في الحرب المفتوحة ضد السوريين والتي كانت تطال بيوتهم وتحرق قراهم وتستهدفهم في الأسواق والمدارس وأمام أبواب المخابز، تدفق عشرات الآلاف من اللاجئين إلى لبنان وبعض دول الجوار. ظن السوريون أن اللبنانيين سيقابلونهم بنفس الاحتفاء الذي قبلوهم به عندما كانت سوريا مقصدهم منذ اندلاع الحرب الأهلية اللبنانية في سبعينيات القرن العشرين، وليس انتهاءً بحرب تموز عام 2006. لكنهم فوجئوا باستقبال من نوع آخر جعل حتى للخيمة ثمناً على الأرض اللبنانية، ولم يكن الإعلام اللبناني بعيداً عن تلك الروح التي صدمت اللاجئين السوريين. فتعمق انقلاب كثير من وسائل الإعلام اللبنانية على الثورة حتى باتت بوقاً عنصرياً يهاجم اللاجئين الهاربين من الحرب، محملا إياهم كثيرا من الأزمات التي يعاني منها لبنان حتى بأثر رجعي. حزب الله وما يسمى التيار المقاوم والتيار العوني والرئيس ميشيل عون وزير خارجيته جبران باسيل كيف عم يحاولوا يهربوا من المشاكل الاقتصادية، من الفساد الموجود في البلد، من خلال احضار واستحضار دائما قضية اللاجئ السوري، بمعنى أن مشاكل لبنان كلها اليوم مرتبطة بوجود لاجئين سوريين. أنا يفوت لعنا 1,750,000 نازح يحتلوا البلد ويقتلوا الجيش وقوى الأمن ويفجروا وما كان بالضاحية وغير الضاحية، إنه بدي أسكت؟ لا، أنا عنصري أكيد. ما هو إن الإرهابيين طلعوا من المخيمات النازحين بسوريا بعرسال، ما طلعوش من غير محل. تدرج الخطاب الإعلامي العنصري في لبنان تجاه اللاجئين السوريين، وأصبح يحملهم عبء كل ما يجري في لبنان ابتداءً بالأزمة الاقتصادية وليس انتهاءً بمشكلة النفايات، حتى وصل الحال ببعض وسائل الإعلام اللبنانية بتحميل اللاجئين السوريين مسؤولية تلوث الهواء في لبنان، حيث عنونت جريدة النهار اللبنانية زيادة تدهور نوعية الهواء بعد اللجوء السوري، وحملت اللاجئين مشكلة زيادة التلوث في لبنان والتكلفة المادية التي يدفعها بلدهم بسبب ذلك. اللاجئون السوريون دخلوا الاقتصاد اللبناني في كل مفاصله ولم يوفروا مهنة الحلاقة. منافسة الحلاقين اللبنانيين تثير استياء كبيرا في أوساطهم بسبب قدرة السوريين على المضاربة بكل الأشكال. التخوف من اللاجئين السوريين وصل لحدود غير مسبوقة، وباتت كثير من وسائل الإعلام اللبنانية تحذر من التغيير الديموغرافي الذي قد يحدثه اللاجئون السوريون، الأمر الذي أعاد للأذهان كيفية التعاطي مع اللاجئين الفلسطينيين وتخوف بعض الطوائف اللبنانية من تغير التركيبة السكانية في سبعينيات وثمانينيات القرن العشرين، حيث عنونت جريدة النهار اللبنانية في افتتاحيتها: اللبنانيون يتناقصون، السوريون يتزايدون. وحاولت وسائل الإعلام المقربة من التيار الوطني الحر اللعب على هذا الوتر، وحرضت على وجود اللاجئين كغرباء غير مرحب بهم في لبنان، فيما وصل الأمر بقناة الام تي في إلى وضع اللوم على اللاجئات السوريات بزيادة العنوسة في لبنان، حيث عنونت: سوريات تنافسن اللبنانيات حتى في هذه. واتهمت السوريين بأحد منشوراتها على موقعها الإلكتروني السوريين بأنهم قد عملوا على زيادة نسبة السرطانات في لبنان. وترى على التلفزيونات النازحون السوريون يأتون بأمراض والتهابات تؤدي إلى سرطان الأقصاح،
ما حدا عم بجيب السرطان إلا السوريين على البلد، لأنه عم يأكلوا السرطان من وراء نسايتك ومن وراء عنصريتك ومن وراء عنجهيتك، من وراء روايح الدخان اللي بالمعامل عم تأتوا من اللبناني والسوري، من وراء حوادث السير اللي ما حدا عم يطلع فيها يضبط الطرقات. عشان هيك السوري عم بجيب لك السرطان، عشان هيك السوري عم بجيب لك الأمراض، لأنه نحن طرقاتنا نظيفة، ما عنا مزابل، ما عنا معامل حرق، ما عنا كميونات عم تطلع النفايات ليل نهار وأوبئة ليل نهار، ما عنا نحن نضاف. الإعلام هو مرآة المجتمع شئنا أم أبينا، وهو مرآة رأس المال، ويعني يعكس وجهة نظر معينة. عمل الإعلام المرئي على تشويه صورة السوريين والسخرية من وجودهم في لبنان، وأصبح اللاجئ السوري مادة ثرية تتسابق بعض وسائل الإعلام اللبنانية للنيل منه والحط من شأنه. فقد عرضت قناة OTV عبر برنامجها الساخر هدي قلبك حلقة مهينة عن لاجئ سوري كان يبحث عن عمل، وقام القائمون على البرنامج بإجباره على القيام بتصرفات لا تمت للإنسانية بصلة، في مشهد يختصر نظرة هذه الوسائل الإعلامية تجاه اللاجئ السوري. يلا حوق، يلا شو اركض اركض هم من هون من هون من المالي من المالي حوق حوق. مثل ما منشوف بالإعلام اللبناني مظاهر سلبية، يعني بتشوف سكتش مسيء على قناة OTV قناة التيار العوني بحق السوريين أو بحق لاجئ سوري، أيضا بالمقابل في حملات استنكرت هالشي وحملات تمت من قبل اللبنانيين عبر وسائل الإعلام وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، وصلت لأنه المحطة تتراجع عن الحلقة، وبالتالي المشهد مش واحد. يا عين عالسوريين بأرض اللبنانية، نحنا صرنا المغتربين وهن الأكثرية، جاري في عنده غرفة بمجلة وحنفية، ومعاشي متر شرفة وتحت بيت المية. أما قناة الجديد فقد بثت عبر برنامجها قدح وجم أغنية عنصرية عن اللاجئين السوريين بفصل ضمن فصول من العنصرية التي طفحت في الإعلام اللبناني في الآونة الأخيرة، مما يشير إلى تجذر هذا المفهوم في هذه الوسائل الإعلامية والعنصرية المقيتة التي تبنتها كمنهج تحارب فيه السوريين في لبنان. دائما اللاجئ السوري هو العنوان الأبرز في لبنان، وهذا التهيج انعكس بشفناه على مستوى شعبي، بلديات تمنع السوريين يتجولوا، بيطردوا عمال سوريين، بيعتدوا عليهم جسديا، احيانا بنسمع بحالات اعتداء جنسي واحيانا قتل للاجئين او عمال سوريين في لبنان. هاي كلها هذا التحول تحمل مسؤوليته ما يسمى احزاب الممانعه والمقاومه في لبنان، والطبقة السياسية ممثلة بالتيار العوني والرئيس ميشيل عون وزير خارجيته. هاي التعبئة، هاي التغذية العنصرية ضد السوري وضد اللاجئين السوريين تحملوا مسؤوليتها هن نفسهم الأطراف المؤيدين لنظام بشار الأسد. التقدم الكبير الذي حققه نظام الأسد على الأراضي السورية بعد التدخل العسكري الروسي والتغيرات المتوالية التي جرت في الداخل السوري دفعت بعض السياسيين للمطالبة بعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، فالحرب قد شارفت على النهاية ولم يعد هناك حاجة لبقائهم في لبنان. وكان على رأس الداعين لعودة اللاجئين إلى سوريا جبران باسيل والتيار الوطني الحر، وسرعان ما انتشرت هذه الدعوة مثل النار بالهشيم وأصبحت مطلبا وطنيا لبنانيا، وإن كانت هذه المطالبات تتزين بشعار عودة اللاجئين الطوعية إلا أنها أصبحت المطلب الرئيس الذي يشترك فيه أغلب القادة السياسيين في لبنان. اللاجئ السوري في لبنان هو ضحية، بدل ما تبحث أنت كسياسي لبناني عن آليات للخروج من هذه الأزمة لحل مشكلة اللاجئين السوريين في لبنان، بيتم تحميل اللاجئ السوري اللي هو كائن بسيط وضعيف ومحروم من كل شيء، بيتم تحميله مسؤولية ما يجري في سوريا كلها.
أخذت وسائل الإعلام تروج لأهمية عودة اللاجئين وتتحدث عن عودة الأمور لطبيعتها على الأراضي السورية، وعملت قناة المنار على الترويج للمكاتب التي يفتحها حزب الله في لبنان للاجئين الراغبين بالعودة إلى سوريا، وأصبح هدف بعض الوسائل الإعلامية الحض باتجاه إرجاع السوريين إلى بلادهم للتخلص من عبئهم. بموازاة ذلك، كان للمال السياسي دور كبير في التحولات التي شهدتها بعض الوسائل الإعلامية في لبنان، فأغلب المؤسسات الإعلامية اللبنانية التي تحصل على تمويلها من الخارج رأى مراقبون أن أهواءها وتوجهاتها تغيرت بحسب ميول وتوجهات مموليها. ويبقى السؤال عن حقيقة المواقف التي تبنتها وسائل الإعلام اللبنانية من الثورة السورية، فهل هي نتيجة للمواقف المسبقة من نظام الأسد، أم هي انعكاس للتجاذبات السياسية اللبنانية التي انعكست في رؤية وسائل الإعلام للحراك السوري؟ فهي كلها تتحرك وفق الأجندات السياسية بدون منازع، وهيدي الأجندات السياسية يعني أحيانا تتلاقى وأحيانا تتعارض. اليوم بعض وسائل الإعلام اللبنانية مرتهنة، ومرتهنة بنسبة كبيرة جدا، يعني حتى قيل، وأنا ما بعرف إذا هالحكي دقيق ولا لا، أنه بعض وسائل الإعلام سلمت مبالغ طائلة من النظام السوري بإطار حملة للدفاع عنه، وهذه ترددت وكتبت في بعض وسائل الإعلام الثانية. لا أعتقد أن هذه القضية هي قضية مال سياسي بقدر ما هي قضية انتماء سياسي. القنوات اللبنانية لها خلفيات سياسية مختلفة، وعلى هذه الخلفيات تتحرك وتتعاطى مع الثورة السورية ومع النظام السوري ومع أي حدث على الأرض السورية وعلى الأرض اللبنانية. المعارضون للهيمنة السورية على لبنان وجدوا في الثورة السورية أملاً يمكن أن يعولوا عليه للتخلص من تحكم الأسد ومخابراته بالحياة السياسية اللبنانية، فهل تلاشى هذا الأمل مع تطور الأحداث على الأراضي السورية والفصول المختلفة التي شهدتها الثورة السورية، أم بقي مفتوحاً على رؤية مبدئية تؤمن بحق الشعب السوري بالتغيير والانعتاق من نظام يعرف اللبنانيون جيداً طبيعته وبنيته المافيوية الاستبدادية التي عانوا منها طويلاً في بلادهم؟